الإبداع والابتكار لا يتوقفان في قطاع غزة رغم الحصار. خالد البردويل وجمال الميقاتي طالبان متميزان ضمن حرم جامعة الأزهر في غزة، ففي 23 من عمرهما تمكنا من ابتكار نموذج أولي لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية على أمل حل أزمة الطاقة في مدينتهما التي تعاني من نقص في إمدادات الوقود والكهرباء. وسائل المواصلات يعني تعتبر عمود أساس في حياتنا اليومية، فقررنا أن نعمل سيارة لكن نحل أزمة الوقود وأزمة الكهرباء حتى. واعتمد الطالبان على الاستفادة من الطاقة البديلة الشمسية كونها طاقة متجددة لا تنضب. وواجه الطالبان مشكلة عدم توفر المحرك والمواد المناسبة في المدينة، ما اضطرهما إلى تصميم السيارة من الصفر، وهو ما زاد من صعوبة تنفيذ السيارة، ولكنهما تغلبا على تلك العقبات. احنا اضطرينا نجيب موتور ونعمل عليه تعديلات كثيرة، والتعديلات هذه ما كانتش بالسهولة. نموذج مثالي يحاكي النماذج في الجامعات الأوروبية، تمكن هذان الشابان بالخروج به بشكل متقن. مشروع الاستفادة من الطاقة الشمسية يعد الأول من نوعه في قطاع غزة، ويعود فضل ذلك إلى مثابرة الطالبين خالد البردويل وجمال ميقاتي وإصرارهما على النجاح ليكونا مثالا رائعا لتحدي الحصار. روان حمزة، العربية.